تعال نروح مره تانية لزميلنا كريم احمد ولقاء مع الدكتور احمد ابو عبله طبيب النادي الاهلي. مرحبا بيك من جديد كابتن ايمن شوقي وكل نجوم الاستوديو التحليلي. سريعا بقى معانا رئيس الجهاز الطبي الدكتور احمد ابو عبله. برحب بيك يا دكتور في البدايه ومبروك، بارك لكل لعيبتنا الرجاله، لكن عايز اطمن بقى بشكل عام. شفنا كدمات، شفنا كده رامي ربيعه، حمدي فتحي، طمنا بشكل عام هل في اي اصابات؟ ومبارك لكل لعيبه الاهلي وبارك لك كابتن. الله يبارك فيك يا كريم، الف مبروك علينا وعلى كل جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي. الحمد لله امورنا الطبيه لحد ما مستقره، يعني كان عندنا بس ياسر اللي كان جاله شد بسيط كده في العضله الخلفيه، يعني زي كرامب كده، ان شاء الله بتبقى بسيطه، يعني هنعمل له برضه فحوصات اكتر كده ان شاء الله باذن الله في اول تمرين، وهنعمل له برضه اشعاعات كده اول ما نوصل، انما ان شاء الله التشخيص المبدئي حاجه بسيطه ان شاء الله باذن الله. كان عندنا اليو ديان كان حاسس برضه بشويه يعني احساس غريب كده في الركبه، يعني او احساس بالالم بسيط كده، فكان قلقان، طلع اطمنت عليه، هو كان عايز يشوف نفسه او يجرب نفسه تاني. الفحص بتاعه برضه المبدئي كان كويس جدا، ان شاء الله باذن الله يكون كويس، ما يكونش في اي مشكله خالص يعني. بس احنا عمرو السليه زي ما احنا قلنا في الاول خالص، احنا كنا طالعين الرحله ديت واحنا عاملين حسابنا ان احنا هنعمل له تجهيز مكثف جدا، والحمد لله عملنا تجهيز كويس قوي، قطعنا مشوار كويس جدا جدا في الجزء بتاع العلاج الطبيعي بتاعه وفي التاهيل. يعني انا راضي عن النتائج اللي احنا وصلنا لها معاه لغايه دلوقتي، انما طبعا كان وعود ان هو يشارك في المباراه ديت ما كانتش كبيره قوي حتى مننا يعني، وان شاء الله باذن الله يكون معانا في اللي جاي ان شاء الله. الحاجه بقى الجديده الكويسه يعني ان شاء الله باذن الله بكره بدر هيوصل للقاهره ان شاء الله، وهنبدا مع حاجات تدريبات تاهيليه كده، يعني ممكن نقول المرحله الاخيره في التاهيل بتاعه، وان شاء الله قريب جدا هيكون مع الفرقه. فيعني يا مسهل كده اول تمرين لينا في التتش ان شاء الله، بدر بنون هيكون معانا ان شاء الله باذن الله. حبيبي كريم ربنا يكرمك ربنا.